وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي أحمد ركبان. مساء الخير أستاذ أحمد. طبعا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين تميم وولي العهد السعودي وما تبعه من تحريف تم نشره في وكالة الأنباء القطرية، طبعا هو دليل على استمرار النظام القطري بالتخبط والمراوغة في سياسته. في رأيك إلى أين سيقود ذلك قطر؟ أولا اسمح لي، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة البحرين العزيزة. أولا اسمحي لي قبل أن أبدأ، طبعا الملك حمد بن خليفة، طبعا ملك البحرين والملك سلمان والشيخ صباح وكذلك أبناء زايد يتعقلون في مثل هذه المواقف، ولذلك يعتبرون شعب قطر وقطر عامة هم أبناؤنا، ومن ذلك يعني لا يمكن أن نقاس محبتهم أو عدم محبتهم من بعض التخبطات السياسية التي تقودها الحكومة القطرية السابقة. نعم، ما فعلته وكالة الأنباء القطرية أمس هذا دليل قاطع وغباء سياسي على ما تم في كلمة المزعومة طبعا التي اخترقت عن تميم في المرة السابقة قبل رمضان. ولذلك الحقيقة هذا الدليل قاطع، لأن هناك من يدير هذه الوكالة وخاصة في الحكومة القطرية السابقة لتحرج تميم دائما في أي تحرك. خلينا نحسن الظن بالشيخ تميم عندما اتصل بالأمير محمد أمس، على اعتبار أنه شاب ويعرف ويدرك تماما أن ما تقوده الحكومة السابقة خطورة على الشعب القطري وخطورة على مستقبل قطر. ولذلك يعني يجب على الحكومة القطرية الحالية بزعامة الشيخ تميم أن يتخذ قرار صارم تجاه الحكومة السابقة، وإن كان والده الحقيقة أحد الأضلع الكبار في مثل هذه القضية، لكن ما يدير الحكومة السابقة وطبعا الشيخ حمد بن جاسم وزير خارجية ورئيس الوزراء السابق وكذلك وزير خارجية الحالي، هؤلاء هم الذين حقيقة يديرون الحكومة. ولذلك الحقيقة المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر مجتمعة الدول الأربع التي حقيقة تريد تحقيق الأمان للمنطقة وتحارب الإرهاب وتحارب أيضا داعم الإرهاب وكذلك الموجودون في قطر من كبار الإرهابيين سواء كان من الإخوان المسلمين أو غيرهم، نعم، لابد الحقيقة أن نتخذ إجراءات صارمة تجاه هذا التخبط السياسي. نعم، التخبط السياسي الحقيقة اللي حصل في بعد اتصال الشيخ تميم يعني يدلنا أيضا دلالة أخرى على أن تميم محارب داخل أروقة قطر، ولذلك يعني يجب أن تكون كلمة الحسم إما أن تكون لتميم باتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد من يحرك هذه يعني الإجراءات الحقيقة السياسية الغير حقيقة واقعية عن قطر، ولذلك يعني الشعب القطري سيكون له اليد الكبرى واليد الطولة في تحقيق الحقيقة الأمان. طبعا أثبتت الحكومة القطرية الحالية بسياستها الرديئة والسيئة جدا أنها من الصعب جدا أن نثق فيما يتم مع الشيخ تميم، ولذلك يعني تميم يجب عليها أن تتخذ خلال 24 أو 48 ساعة إجراءات صارمة حتى يثبت للمملكة العربية السعودية وللدول الأربع أنه فعلا صادق فيما ينوي وصادق فيما يتخذ من إجراءات سياسية. نعم نعم أستاذ أحمد، هل تعتقد بأنه سيكون هناك موقف واضح من قبل النظام القطري تجاه مطالب الدول الداعية لمكافحة التطرف والإرهاب 13 في الساعات القادمة؟ والله شوف يا أستاذتي، إذا تجاوز 30 ساعة لم يثبت الشيخ تميم مصداقية اتصاله مع الأمير محمد بن سلمان والذي حرفته قناة الجزيرة ووكالة الأنباء بالإضافة إلى إيقاف المهزلة الإعلامية التي تقودها قناة قطر الحكومية، لم يسبق في البحرين ولا في الإمارات ولا في السعودية أن تأتي قنوات حكومية محسوبة على الدولة بهذا الحقيقة اللغط وبهذا الأسلوب الفج كما ذكره الشيخ صباح، والحقيقة يعني وصل إلى يعني حد المهانة أن تقود قناة قطر وقناة الجزيرة إعلاميون كعبد الله العذبة الحقيقة الذي يغلي غلاء شديدا على المملكة السعودية وعلى الإمارات وعلى البحرين، ولذلك يجب محاسبة هؤلاء الإعلاميين، يجب إيقافهم حتى وإن تم التصالح بين قطر والدول الأربع، يجب محاسبة هؤلاء الذين استغلوا الحقيقة وجود هذه القنوات المحسوبة على الحكومة القطرية كقناة الجزيرة التي تقود الفتنة في المنطقة منذ أكثر من 21 سنة. نعم. وازدادت حدتها من بعد رمضان المبارك. المشكلة الذين يقودون هذه الفتنة هم الحقيقة من المرتزقة الذين أتوا إلى قطر وفتحت قطر أبوابها لهم وغردت عليهم بالأموال، وهذا يعني هذه مصيبة الحقيقة أن تفتح دول الخليج قنواتها لهؤلاء مثل هؤلاء الشرادمة المحسوبون على الإخوان والمحسوبون على إسرائيل والمحسوبون أيضا على إيران وداعش. يعني عندما بارك داعش قبل 4 أيام وأيد حكومة قطر وأعلن وقوفه مع قطر، يعني هذا الحقيقة يدلنا على أن هناك صياغات أخرى
من الحكومة السابقة أن داعش يعني يتلقى دعم كبير من الحكومة السابقة القطرية. نعم. وإلا كيف يكون داعش أكبر قاعدة إرهابية بعد القاعدة يكون مرحبا بالحكومة القطرية ويدعي أنهم هم المسلمون ونحن الكفرة؟ إذا هناك علامات استفهام يجب الحقيقة الأخذ بها في طاولة المفاوضات والمحادثات، إذا ما أراد الشيخ تميم أن يأتي إلى الرياض كما قال الملك حمد وكما قال أيضا إخوانه أن الحل هنا في الرياض وليس في إيران في طهران وليس أيضا في تركيا. نعم من الرياض المحلل السياسي أحمد الركبان، شكرا جزيلا لك.